أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فأمر أصحابه أن يصوموا ذلك اليوم، فقالوا: يا رسول الله، إن اليهود تعظم ذلك اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عشنا إن شاء الله للعام المقبل سنصوم تاسوعاء مع عاشوراء. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي ذلك الموعد، لكن الصحابة صاموا. هذه الرواية الصحيحة تعلمنا في هذا التوقيت عدة دروس، من أهمها أن العبد إذا ما قصد شيئا في المستقبل فعليه أن يقدم المشيئة قبل أن يتلفظ بالفعل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى مربيا للنفس البشرية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وآفة العبد النسيان، من الممكن أن تنسى، تقول أنا هعمل الحاجة الفلانية بكرة أو بعده الأسبوع اللي جاي أو السنة اللي جاية، دون أن تقول إن شاء الله. فربنا سبحانه وتعالى يعلم فيك ذلك النقص أيضا، فقال: واذكر ربك إذا نسيت، أي قل إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بأدبه الراقي يعلمنا هذه الجزئية، فقال لصحابته: إن شاء الله سنصوم مع عاشوراء في العام المقبل تاسعاء، اللي هو يوم 9 المحرم. لكن في الرواية دروس تربوية راقية جدا. الدرس الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة عن الله كيف تكون استقلالية الذات المسلمة عن غيرها من الزوات. والواضح أن الصحابة كان لديهم ذلك الرصيد مسبق، يعني اتربوا 13 سنة في مكة المكرمة على الاستقلالية، حتى جاء العبد الحبشي سيدنا بلال بن رباح وهو عبد يباع ويشترى وسيده يتحكم فيه كيفما يشاء، جاء به سيده ووضعه في حرارة الشمس عاريا ووضع عليه صخرة علشان يسلب هذه الذاتية وهذه الشخصية التي يبنيها فيه الإسلام، فأبى، لأن الله ما أراد أن تنسلخ منك شخصيتك ولا ذاتيتك، ولم يرضى لك دينك أن تكون إمعه، خاصة لأصحاب الضلال أو الانحراف أو الأهواء أو الأخطاء أو المعاصي. فكان سيده يقول له: أنا اللي ملكك وأنا سيدك، وإنت تبع لي، أشتم محمدا وعبادة محمد فلا يزيد إلا أن يقول أحد أحد. دي كلمة يا جماعة، لكن تحمل في طياتها المعنى اللي نقصده الآن، اللي هو إيه؟ حافظ على ذاتيتك، على شخصيتك، على كيانك، إنك مسلم وحر، مش عبد لهوى ولا عبد لاتجاه ولا عبد لفكر، إلا إذا كان ذلك الاتجاه وذلك الفكر يسير في نفس الخط اللي رسمه لك ربنا سبحانه وتعالى لتصل إلى الله. أمر أصحابه أن يصوموا يوم عاشوراء، فقالوا: يا رسول الله، خلي بالك، شفت بقى يعني دي التربية، بقى دي التربية،
كأنهم ذكروه صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لو صمنا يوم عاشوراء فكأننا نتشبه بهؤلاء الناس وهم يعظمون ذلك اليوم، وأنت ربيتنا بدينك وإسلامك ألا نكون إمعة ورحد، لنا استقلالية ولنا كيان ولنا شخصية. خاصة أن اليهود لهم أهواء ضلة وأهواء منحرفة ولهم اتجاهات زائفة، فإحنا هنمشي وراهم كده هيحصل شيء من التبعية. فقال صلى الله عليه وسلم مصححا ومؤكدا ومرسخا ومؤسسا المعنى الذي أقوله، إنك مسلم ما حدش يضحك عليك ولا يشتريك ولا يشتري دماغك ولا يشتري شخصيتك ولا يشتري استقلالك ولا يشتري ذاتيتك ولا يشتري كيانك، أنت لك كيان واحد، شخصية واحدة وذاتية واحدة واتجاه واحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، خلصت المسألة، أنا وجهتي واحدة ونيتي واحدة وعملي مترتب على نيتي وجهتي، ما حدش هيطلعني كده ولا يطلعني كده. فقال يا رسول الله طيب اليهود يعني هنبقى إمعة كده هنمشي وراهم وخلاص انتهينا انتهى الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام صحيحا ذلك المعنى، إن عشنا للعام المقبل إن شاء الله سنصوم تاسوعاء مع عاشوراء، ليكون لنا إيه؟ استقلالية وذاتية واتجاه مخالف لاتجاه أصحاب الأهواء والمنحرفين عقائديا. واليهود المنحرفين عقائديين أو النصارى المنحرفين عقائديين، فقال لك لا، حتى في العبادة لو عبدت الله عبادة تشابه عبادتهم بنص من دينك، يعني دينك اللي أمرك بكده، برضو لازم يكون في مخالفة مش مشابهة بالصوت والصورة. عشان إيه؟ عشان تبعد عن الإمعية وعن المشابهة. والدرس ده يا جماعة يدرس في جامعة، يدرس في جامعة تربى عليه الأمم. الدرس اللي أنا بقوله الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة ورد غطاها يدرس لتاريخ الأمم، عشان إزاي تتعلم الأمم إن هي تبقى أحرار مش عبيد، وتتعلم النفوس إن هي ما تكونش إماعية وتابعة لغيرها من أهل الضلال وأهل الأهواء. تلبس زي ما بيلبسوا، وفكر زي ما بيفكروا، وتاكل زي ما بياكلوا، وتمشي وتبني زي ما بيبنوا، وتهد زي ما بيهدوا. ايه الموضوع ده؟ حتى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجزئيه دي هناك من 1400 سنه، فقال انا خايف عليكم او فقالوا من يا رسول الله؟ فقال خاف عليكم من داء الامم، ان كنتم تمشوا وراء الامم الضاله، ان دخلوا جحر ضب دخلتموه خلفهم. قالوا من هؤلاء اللي احنا ممكن نعمل ونمشي وراهم وندخل زي وراهم يا رسول الله في كل حاجة، حتى في طريقة اللبس، حتى في طريقة الكلام، حتى في طريقة التفكير، حتى في طريقة الرئاسة واختيارهم الرئيس، حتى في طريقة الانتخابات، حتى في طريقة أي حاجة. فقال ومن غيرهم؟ اليهود والنصارى. فخلي بالك من الحتة دي والدرس ده، وعلشان تكمل المنظومة بكرة إن شاء الله 9 عاشوراء، وبعده يوم الاثنين 10 عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا واستحب لنا أن نصوم عاشوراء وأن نصوم معه تاسوعاء، عشان نخالف مين؟ نخالف اليهود، وتكون لنا إيه؟ استقلال. فالعبادة يا جماعة اللي ربنا فرضها علينا بتعلمنا تربية في سلوكنا، تربية في منهج حياتنا، مش موضوع أنك تصوم من الفجر يوم 9 محرم لغاية المغرب، لا، الموضوع انك تتربى على الذاتية والاستقلالية والكيان، ومحدش يلف الحبل حول رقبتك ويسحبك يقول لك تعال ورايا وتمشي وراه، لا، انظر ان احسن الناس كن معهم وان اساءوا فلا تسيء، وطنوا انفسكم ولا يكن احدكم امعة. ولاحظ معي من دروس الحديث الجميلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم، يعني قال إيه؟ إن عشنا إن شاء الله السنة الجاية نصوم مع عاشوراء تاسعاء، وجه وافاه الأجل ومات وما صمش يوم تاسعاء، لكني أقول كتبت له في ميزان حسناته صيام يوم تاسعاء رغم أنه لم يصم. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات. وده درس راقي قوي خلي بالك منه، وهو إن حضرتك تتعود تجديد النية لعمل الخير
فإن جاء الأجل قبل أن تحصل ذلك الخير فاعلم أنه كتب وثبت لك عند الله. ولذلك أنا بقول لحضرتك هو إن وخير بكرة، وين وخير كمان ساعة، وين وخير الأسبوع اللي جاي، وين وخير مع أهلك، وين وخير مع الغريب، وين وخير في الانتخابات اللي جاية، وين وخير في الاختيار للرئيس اللي جاي، وين وخير في بناء البلد، وين وخير بناء صدقة. فإن جاء العمر وفعلت الخير الذي نويته كتب لك أجور، وإن جاء الأجل ومت قبل أن تفعل ذلك الخير فاعلم أن الله لا يضيع أجر من نوى خيرا، كما أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا ولا تفضحنا، واسترنا ولا تفضحنا، واحفظنا في أوطاننا، واحفظنا في بلادنا، واحفظنا في بيوتنا، واحفظنا بين أهلينا، ولا تخيف فيك رجاءنا يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.